At least 250 people in Bahrain have reportedly been stripped of their citizenship by the government because of their allegedly disloyalty to the interests of the kingdom. ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها وزير الخارجية الخليفي المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويبدو أن تكرار الهجوم والاتهام تصريحات مقصودة. وبحسب نشطاء بحرانيين فان لتصريحات وزير الخارجيه الخليفي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع امين عام جامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط يوم الاثنين التاسع والعشرين من اغسطس في المنامه تهدف لتوصيل ثلاثه رسائل رئيسيه اولها للنشطاء وعموم المعارضه البحرانيه لدفعهم للياس من جدوى التواصل مع المنظمات الحقوقيه والدوليه عموما من احداث اي اثر او ضغوطات على النظام من خلالهم والرساله الثانيه هي ان الخليفيين ولوقوف السعوديه معهم ودعم الادارتين البريطانيه والامريكيه الى جانب تطبيعهم مع الصهاينه تجعلهم مستثنين من الضغوطات الغربيه والخارجيه عموما. الرساله الثالثه هو ان الانظمه الدكتاتوريه اليوم تتحالف ضد الشعوب وتتوحد ضدها وتتبادل خبرات القمع فيما بينها ولذلك يلاحق النشطاء في المطارات ويمنعون من السفر وتعمم أسماؤهم لدى أجهزة الأمن في الدول المحكومة بالنظام الشمولي كمصر والبحرين والسعودية وغيرها ومع هذا فإن القيادات الثورية في البحرين وفي الوقت الذي تتمن فيه الدور الحقوقي وتوصي بضرورة المواصلة في هذا الميدان فإنها تؤكد أن البحرانيين لم ولن يعولوا على الضغوطات الخارجية وأن الشعوب الحرة إنما ترقى للمجد بنضال أبنائها كذلك فان الفرق بين الشعب وال خليفه هو ان الاخير يعتمد على دعم الخارج ورعايه الحلفاء وهو تحالف غير مقدس وموعود بالانهيار والتمزق بينما قوه الشعب في عداله قضيته وايمان شعبه وتضحياته وهو المنتصر والموعود بالظفر وتلك الايام نداولها بين الناس